لكن قبل ما نكمل خلينا نروح على قافلتنا الصباحية، نروح عند زميلنا رعد الرقاد، نرجع نصبح عليك مرة جديدة رعد. نعم، صباح الخير لك رندا من جديد، وأنا صباح الخير لكل المشاهدين. طبعا مستمرين معكم بإذن الله تعالى بقافلة برنامج يوم جديد. اليوم زي ما حكينا لكم الصبح، احنا معكم من شرق العاصمة الحبيبة عمان، تحديدا من منطقة أحد. زي ما بنعرف دائما بنحب نسلط الضوء على كافة المواقع السياحية الأثرية الدينية. اليوم احنا بصرح علمي موجود داخل منطقة أحد بمدرسة العبدلية الثانوية المختلطة. طبعا راح نصب عليكم مع مديرة المدرسة أميرة الرقاد. صباح الخير أستاذة أميرة، يعطيك العافية. صباح الخير، صباح الوطن الجميل، صباح القائد الوطن، صباح لكل معلم ومعلمة، صباح لكل طالب وطالبة، صباح نشميات الوطن. أكيد صباح نشميات الوطن دائما مصب على كل طلابنا وأبنائنا وين ما كنتم بكافة المحافظات. وأيضا نستسمح منك نعرف على الطالبة وعد. وعد صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. طبعا هي وعد رسامة بالمناسبة وفازت بجائزة، إيش الجائزة يا مس سميرة؟ جائزة أحب اللغة العربية. نعم. من مجمع اللغة العربية، أخذت المركز الأول على المملكة برسمة أحمد شوقي. واعد، شو رأيك تبلشي ترسمين رسمة هيك للمشاهدين الآن من هذه المدرسة وأنت طالبة ونشمية من هذه المدرسة؟ إن شاء الله. تفضلي. طبعا اليوم احنا موجودين معكم بهذه المدرسة بمناسبة في مسابقة لفارس الإعراب. راح نعرف عن هذه المسابقة مع المس أميرة. مس أميرة، تحكي لنا عن هذه المسابقة وأيضا تحكي لنا عن تاريخ هذه المدرسة اللي خرجت جزء أجيال ونشميات الوطن اللي توزعوا بكافة مجالات، خلينا نحكي بالأردن. أكيد. المدرسة تأسست 1959. نعم. كانت مدرسة صغيرة جدا في قرية صغيرة. طبعا خرجت أجيال، خرجت دكاترة، خرجت ضباط، خرجت دكاترة الجامعات، خرجت أجيال في جميع المجالات. كان اسمها مدرسة المشيرفة، بعدين انها في قرية صغيرة على اسم القرية، بعدين يعني الآن هي مدرسة اسمها مدرسة العبدلية الثانوية المختلطة. طلابها من الصف السابع إلى الصف التوجيهي. عدد طلابها تقريبا 800 طالب، 43 معلم ومعلمة، 10 إداريين. فيها خرجت كثير طلاب، فيها علمي وادبي، توجيه علمي وادبي. خرجت طلاب طبعا توزعوا على جميع جامعات المملكه، طب، هندسه، صيدله، جميع المجالات. اكيد هناك مجالات كثيره، ولكن احنا اليوم ايضا حابين نحكي عن مسابقه فارس الاعراب اللي احنا موجودين عشان مسابقه فارس الاعراب، وايضا المشاركات زي ما احنا الان زي ما نشوف لجنه التحكيم بتحضر لهي المسابقه. نحكي عن مسابقه فارس الاعراب. طبعا مسابقه فارس الاعراب هي مبادره عملناها على مستوى المدرسة، مبادرة لفارس الإعراب اللي هي أسئلة باللغة العربية. طبعا أخذنا هذه المبادرة من الخطة التطويرية للمدرسة، إنه تنشئ جيل واعي فكريا لغويا، يعني يخدم وطنه، يخدم مليكه ومجتمعه. طبعا هاي المسابقة ثلاث مراحل، المرحلة الأساسية الدنيا والعليا والمرحلة الثانوية. الدنيا العليا للصف السابع والثامن، والعليا للصف التاسع والعاشر، والثانوية للأول ثانوي التوجيهي. هي لواء سحاب كان. الآن تعممت بعد ما شفناها ناجحة مدرستنا، عممناها على جميع مدارس لواء سحاب ذكورا وإناثا. طبعا هي الفكرة إجت من معلمات اللغة العربية بالمدرسة. أنا عندي ست معلمات لغة عربية بالمدرسة، هم يعني حبوا كمان يكسروا الحاجز بين الطالب وبين اللغة العربية والإعراب بشكل عام. تعرف أن الطالب يعني لما تسأله العراب يخاف منه، اسأله سؤال العربي يخاف يعني، فهي كسر الحاجز أيضا إجت كمان بشكل عام. واللغة العربية أنت عارف لغة مستمدة من لغة القرآن الكريم، من لغة الأمة الإسلامية كعامة. قبل ما ننهي لقاءنا اليوم، أكيد طالباتنا بيستعدوا للمسابقة وأيضا لجنة التحكيم، وأيضا بجزء راح نروح للأستاذ علي الرقاد اللي هو رئيس اللجنة التربوية في منطقة شرق عمان وأيضا منطقة أحد تحديدا. رسالتك الأخيرة الآن مس أميرة إلى كل المشاهدين، إلى كل طالب وطالبة، إلى كل كتاب، إلى كل معلم، إلى كل دفتر الآن قاعد نشوفنا بكافة المحافظات اليوم. طبعا رسالتي أنه يهتموا باللغة العربية درجة أولى، لأنها لغة القرآن، لغة يعني جميلة جدا، لغة الشعر، لغة. يعني شكرا مس أميرة. أيضا بجوز رئيس اللجنة التربوية موجود معنا ولا مش موجود يا معاذ؟ مش موجود؟ طيب أنا حاب آخذ الطالبات معنا. نصب عليكم صباح الخير. صباح
صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكي لنا عن مشاركتك بمسابقة فارس الإعراب، وأيضا شو استعداداتك لهذه المسابقة؟ أول شيء أنا غفرة منصور المراجلة، طالب من الصف الأول ثانوي علمي. قامت مدرستنا مبادرة فارس الإعراب وشاركت فيها وحصلت بفضل الله على المركز الأول للمرحلة الثانوية. هذه المسابقة ما كان الهدف الوحيد إنه الطالبة اللي تشارك تفوز، كان ساعدت في تعزيز الثقة بالنفس والتحسين من المستوى التحصيلي للإعراب، لأنه الإعراب نقطة ضعف كل طالب، فحصلت من تحصيل الدراسة. كل التوفيق لك. وأيضا الطالب تعرف عليك وتحكي لنا عن مشاركتك بمسابقة فارس العرب. أنا الطالبة أسماء فوز الكوز من الصف العاشر باء. أقامت مدرسة العبدلية الثانوية المختلطة مسابقة بعنوان مبادرة فارس الإعراب، وبفضل الله تعالى فزت فيها في المرحلة الأساسية العليا، ونحن الآن نتأهل إلى المسابقة على مستوى لواء سحاب. شكرا. وأيضا الطالبة الأخيرة نتعرف عليك أيضا، صباح الخير وتحكي لنا عن مشاركتك في هذه المسابقة. صباح النور. أنا الطالبة ليان بسام الأمير من الصف الثامن. مبادرة فارس الإعراب هي مبادرة أطلقتها مدرسة العبدلية، كانت مبادرة كتير منيحة وبتطور مهارات الطالب في الإعراب، في الإشي اللي أكثر إشي بخاف منه الطالب في اللغة العربية، وبرأيي هي حسنت من علامات في اللغة العربية. نعم. يعني أكيد مشاهدينا دائما موجودين معكم من إبداع لإبداع. من أيضا أنا بصراحة حابة أجي عند وعد أشوف وعد شو ترسم. وعد، وين وصلتي بالرسمة؟ برسم بنشمة وراح أرسمها وإن شاء الله أرجع فيها. طب يلا وعد، قربنا نخلص. إيش أبو أحمد؟ طبعا مشاهدي الكرام أكيد بعد قليل راح أكون معكم بمنطقة أحد لنحكي عن هاي المنطقة ونحكي عن القرى الموجودة داخل منطقة أحد والمناطق المحايدة والمجاورة داخل هاي المنطقة، ونحكي عن تاريخ، وهناك تاريخ كبير يعود لهذه المنطقة. راح نكون معكم بعد قليل بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة بفقرة أخرى مع ضيفنا الكريم. خلصني معاذ. طيب الآن راح أرجع إلى زملائنا في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، وبعد قليل خليكم معنا بفقرتنا الثانية وخليكم موجودين معنا، والآن مع صورة نشمي مع وعد.